لأن كثيرا من المسلمين شغلوا أنفسهم بالأمور الغيبية التي لم يقم عليها دليل من الكتاب والسنة، وأغرق في ذلك بعض الذين نسبوا إلى العلم، ولكن الاشتغال بالنصوص الصحيحة هو جزء من هذا الدين الذي أنزله العليم الخبير. ويمكننا أن نلوم الذين قعد بهم العمل من المسلمين انتظارا لوقوع حادثات أخبر بها الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كالذين يتركون الجهاد في سبيل الله رب العالمين انتظارا لخروج المهدي، ولكن هذا خطأ يحتاج إلى تقويم، وليس بمدعاة لنبذ ما جاء به النبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الأمور الغيبية التي أطلعه عليها ربنا جلت قدرته. وهذا الخطأ لا يوجب ترك النصوص الصحيحة، لأن السلف الصالح رضوان الله عليهم مع إيمانهم بالغيب الصادق لم يقعدوا عن الجهاد ولم يتركوا العمل. وعندنا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه عندما كان يقول لبعض أصحابه عند وقوف الصفوف مصطفة من أجل قتال التتار، يقول له: اجعلني في عين الموت، اجعلني في عين الموت الأحمر. يقول: فأجعله بحيث لا يستطيع أحد منا أن يقوم مقامه. وكان هو رحمة الله عليه يمر بين الصفوف، صفوف المسلمين المجاهدين المقاتلين المصطفين من أجل لقاء العدو في تلك الملحمة مع أولئك التتار، كان يمر، وكانت الموقعة في رمضان، فكان يأخذ شيئا من التمر يأكله بين الصفوف لكي يحملهم رحمة الله عليه بالتطبيق العملي وبالقدوة الحسنة على أن يفطر صائمهم من أجل أن يتقوى على الجهاد في سبيل الله رب العالمين، ومن أجل أن يكون قائما على أمر من الثبات الصادق في هذه المعركة التي قد يفصل فيها الأمر. فكان الشيخ رحمة الله عليه يمر بين الصفوف آكلا لذلك التمر في نهار رمضان، ثم إنه يعظهم ويذكرهم ويقول إنهم سينتصرون، فيقولون: قل إن شاء الله، يقولون له: قل إن شاء الله، فيقول: إن شاء الله تحقيقا لا تعليقا، إن شاء الله تحقيقا لا تعليقا، ثم إنه يأتي النصر بإذن الله رب العالمين. فمع تحققه من قدوم النصر بفضل الله جلت قدرته، إلا أنه يأخذ بالأسباب ولا يترك العمل ولا يقعد عن الجهاد، إلا أن الأمر عند المتأخرين على غير ذلك. فإذا كان هنالك خطأ فينبغي أن يقوم، لا أن تترك النصوص الصحيحة التي جاء بها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ويمكن أن يوجه لوم شديد للذين ينزلون ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الغيوب على غير وقائعها، كذلك الذي كتب كتابا في أمر كانت فيه فتنة ظاهرة وذكر فيه أمورا غريبة جدا تضحك الثكلى، أمور تضحك الثكلى بحق، لأنه نزل الأشياء التي وجدها في كتاب لا يدرى ما حاله ولا يدرى ما درجة صحة نسبته إلى قائله، ثم إنه يرفع تلك الأخبار إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وينزل على واقع من أعجب ما يكون، حتى إنه يقول إن الرجل الكندي هو ذلك الذي كان رئيس أركان الجيش الأمريكي المقاتل، ويقول: هو من كندا فهو كندي، هو من كندا فهو كندي. قال: فلما أن قرأت نسبته قلت: الله أكبر، صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم صدق رسول الله، ولكن ما هذا الذي تصنع؟ بل إنه يقول إن أنور سادة وأبوه أنور منه، وينزل على الواقع أشياء من أغرب ما يكون. فهذا يمكن أن يلام، وهذا يمكن أن يقال له: أخطأت استك الحفرة،
وما هكذا تورد الإبل. فهؤلاء الذين يحملون النصوص ما لا تحتمل ويدعون دعاوى يضلون بها العباد كأمثال الذين ادعوا المهدية على مدار التاريخ، نقول هذا خطأ، وهذا خطأ من هؤلاء، والخطأ يقوم، ولا يدفعنا هذا الخطأ إلى إنكار ما صحت به النصوص. فالحق حق والباطل باطل، والمتنبئون على مدار التاريخ كثر، حتى إن واحدا منهم تنبأ ثم لما أحضر بين يدي الخليفة قال إن لكل نبي معجزة، فما معجزتك؟ فنظر حوله فوجد الوزير قائما فقال معجزتي أني أضرب عنق الوزير بسيفي هذا ثم أحييه. فقال له الوزير أنا أول من يؤمن بك، لأنه إن قتله فلن يستطيع أن يصنع له شيئا. فهؤلاء الممرورون، هؤلاء الذين ذهبت عقولهم وضلت حلومهم، كثيرون على مدار التاريخ، ولكن هذا ليس بمدعاة لترك النصوص الصحيحة التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ونحن لا يصح لنا أن ندفع الباطل بإنكار الحق، لا يصح لنا أبدا أن ندفع الباطل بإنكار الحق، وإنما نبطل الباطل ونحق الحق بأمر الله جلت قدرته. والذين ينكرون علينا اشتغالنا بهذه النصوص الصحيحة في هذا الجانب، نوجه أنظارهم إلى الجهود الهائلة التي يبذلها العلماء المعاصرون للكشف عن الغيب المجهول في الماضي البعيد، والغيب المجهول في الحادثات المقبلة، والغيب المجهول في الفضاء الذي يحيط بنا. ولذلك نراهم يبحثون في آثار الماضين وينقبون في تلك الكتابات والصنائع والخرائب، ونراهم يهتمون بما يقوله المتنبئون والكهان والعرافون، وما يقوله هؤلاء كذب لا تكاد تجد فيه للحقيقة مكانا. ونراهم يصنعون المناظير المكبرة والمراصد الهائلة، بل ويرسلون الأقمار الاصطناعية لريادة الفضاء كي يعلموا ما لا يعلمون. فإذا كان هذا حال البشر يرغبون دائما في التعرف على ما لا يعرفون ومعرفة الماضي والآتي ومعرفة الكون من حولهم، أفلا يكون الاطلاع على حقائق الأمور من الجهة التي لا تكذب أبدا أولى وأحرى؟ إن المعلومات التي جاءت بها النصوص الصحيحة في هذا المجال معلومات قيمة لا تقدر بثمن، ولكن البشرية تكابر كثيرا عندما ترفض الأخذ بخبر الوحي الصادق، وتخسر كثيرا عندما تعرض عن هذه العلوم الطيبة. ثم إن أقواما يريدوننا أن نبتعد عن دراسة هذا المجال من خلال